السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أمامكم أسفل الشاشة، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يعاني العراقيون منذ عام 2003 من إهمال حكومي يصفونه بالمتعمد طال القطاع الصحي العراقي الذي كان واحدا من أنجح القطاعات في الشرق الأوسط قبل الاحتلال، إذ أثر الفساد على تقدم القطاع الصحي بسبب المستشفيات الاستثمارية التي غزت العراق وأصبحت وسيلة لجمع الأموال على حساب أرواح العراقيين وصحتهم. ويتهم العراقيون أحزاب السلطة بالوقوف خلف إنشاء المستشفيات الخاصة وتعمد تدمير القطاع الصحي العام، وذلك لإجبار المواطنين على تلقي العلاج في المستشفيات الأهلية. دعونا نتابع في المقطع الآتي الذي يظهر الإهمال الحكومي الذي طال المستشفى التركي في محافظة بابل، لنشاهد. هاي حاليا المستشفى التركي، أكسجين ماكو، احنا نروح نتس أكسجين طالب. سنة من يجب ها والله ما ندري. عمال ماكو. مستمرون مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، نبقى أيضا في محافظة بابل حيث اشتكى مواطنون من خلال منصات التواصل الاجتماعي، اشتكوا من غياب المستلزمات الطبية والعلاجات في مستشفى الشومل العام مما فاقم من معاناة المراجعين. دعونا نتابع. ساعتين بالليل جينا المستشفى، عندنا طفلة متخربطة، لقينا هم طفل خطية عمره سنة أقل السنة 8 شهور هم متخربط، كانوا نصفرة ماكو دار صحة بابل، مستشفى الشومري ما بيها كانوا نصفرة. هاي العائلة الشحامية اللي قاعدة خطار علينا قاعدة بالحديقة؟ بالحديقة صار لهم تقريبا يسولفون هسه، صار لهم ساعة ونص لو ساعتين قاعدين بباب المستشفى. هاي مثل ما تشوفون هاي الكانونة، وهاي الكانونة ماكو بالشومري، اللي هي بربع دينار، كانونة صفرة بربع دينار موجودة بالصيدليات هسه. الناس اللي تحكي واللي تقول ما عندكم شغل وعمل، الدولة بهاي السواليف، يجوز هاي الناس عندها الموضوع طبيعي، احنا عندنا الموضوع مو طبيعي. مستشفى الشومري هاي مثل ما جاي تشوفونها الساعة بالثنتين بالليل كانولة صفرة ما بيها، الله شاهد شهادة لو تشوفون الموقف، العائلة شلون قاعدة بالحديقة ما عندها كانولة صفرة الا اجيتوا هسه نص الليل يمنا بيناتنا العباس ابو فاضل مدير عام صحة بابل، مدير مستشفى الشومري العام، من المسؤول عن هذا الموضوع؟ ليش كانولة صفرة ماكو؟ ليش طبيب واحد، ليش طبيب واحد موجود؟ حادث على السريع الدولي، الطبيب جاي يكمل بإجراءاته والناس المرضى منتظرة الطبيب لما يكمل إجراءاته يلا يشوف المريض، طبيب واحد كانولة صفرة ماكو، الحالة يرثى لها، ليش هيجي؟ من المسؤول عن هاي المواضيع؟ نبقى مع ملف القطاع الصحي العراقي مشاهدينا الكرام. طالب ناشط من محافظة النجف بمحاسبة أصحاب مذاخر الأدوية التي تقوم بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية كما قال، في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية، لنستمع. شفت الفيديو والاكس باير مات الكرتونه ومات الشيشه مات العلاج، واحد يختلف فرق سنه بيناتهم. فدعوتنا الى الاجهزه الرقابيه بالامن الوطني والاستخبارات والاخوه في نقابه الصيادله، الاخوه بالنزاهه، الصيدليه اللي باعت على المواطن يوم 20/6 هاي الصيدليه. مشكلتنا احنا مو مع الصيدليه، اللي بالصيدليه اخوتنا ومعارفنا، ما عندنا مشكله وياهم شخصيه ابدا. ولا عداوة، مشكلتنا المدخر اللي باع أدوية على هاي الصيدلية منو؟ هذا اللي لازم نعرفه. مدخر الأدوية اللي جهز النجف والكوفة وبصخير والحيرة وباقي الصيدليات اللي جاي تقتلني عمدا. أنا ما جاي أتهم بالصيدلية بأن غش لو زور، هو يدعي بأن أنا اشتريت من مدخر وهذا المتعارف بالعالم كله.
لان الصيدليات يجهزها مداخل، المدخل اللي جاي يجهز الكرتونه شكل والقنينه شكل منه. هذا دور الاجهزه الرقابيه، الامن الوطني، الاستخبارات، النزاهه، المدعي العام. انا راح ارجع يوم الاثنين للنزاهه والادعاء العام وبلغ بان اقول هاي الصيدليه باعت على احد المواطنين علاج وطلعت الكرتونه شكل والابره شكل او القنينه اللي بداخلها شكل. هنا السؤال، كم صيدليه وكم صيدليه جاي تبيع مثل هذا العلاج؟ مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. وثق ناشط بلقطات مصورة مبنى يعود إلى عام 2006 في محافظة ذي قار وتحديدا في قضاء تشبايش. هذا المبنى كان من المقرر أن يكون مستشفى بسعة 100 سرير، لكنه بقي دون تنفيذ على حاله على أرض الواقع لغاية هذه اللحظة. لنشاهد. حياكم الله. من نقول كارثتنا كبيرة بمحافظة ذي قار، أغلب الناس تتهمنا أنه إحنا نسقط، أغلب الناس تتهمنا أنه إحنا ننقل فقط السلبيات. خليكم وياي وشوفوا هاي البناية، هاي البناية اللي هي مستشفى حكومي 100 سرير في قضاء تشبايش. هذه المستشفى تم وضع حجر الأساس لها عام 2006 ضمن موازنة إنعاش الأهوار. خليكم وياي. عام 2006 وإحنا حاليا عام 2022 وراح ندخل عام 23. أغلب المسؤولين من يجي يستلم المنصب يجي يصور داخل هاي المستشفى، ياخذ له صورة صورتين ينشرونه بالإعلام وتبقى الناس تدعي له ما قصرت وعلي وياك علي، وهذا المسؤول يدور وجهه ويروح والله وياك عبوسي. أما يطلع تقاعد أو ينقال من موقعه أو ياخذ الفليسات ويطفر بيهن وما نعرف شنو الوضعية. والمستشفى مثل ما جاي يشوفون من عام 2006 وإحنا حاليا عام 2022 وراح ندخل عام 23. هسه لو غير مشروع نقول ما يخالف، بس هاي مستشفى تخدم المواطنين، تخدم الناس على تماس مع حياة المواطنين. الله أكبر، الله أكبر عليكم. إلى متى نبقى ننتقد؟ إلى متى نبقى نرصد؟ العمل عملكم هذا. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، حيث تحدث ناشط من محافظة البصرة عن تحويل مستشفى عمار التخصصي الخيري إلى مجمع طبي يحتوي عيادات طبية في قضاء شط العرب في محافظة البصرة، متسائلا عن مصير هذا المستشفى وهل وضع الفاسدون يدهم عليه. دعونا نستمع. مثل ما تشوفون أنا أتواجد وخلفي هي مستشفى عمار التخصصي اللي هي في قضاء شط العرب، من المفترض أن تكون مستشفى خيري للعوائل المتعففة، للفقراء، للأيتام بحسب ما تم بناءها عليه. وقبل سنة أو أكثر زرت هذه المستشفى برفقة المسؤول عنها ووضح لنا أسباب عدم افتتاح هذه المستشفى بسبب محاربة بعض المسؤولين للأسف الشديد لتوفير بعض الخدمات لهذه المستشفى لتكون في خدمة أهالي قضاء شط العرب، باعتبار قضاء شط العرب القضاء الوحيد في العراق لا توجد فيه مستشفى حكومي وتجاوز تعداد نفوسه أكثر من نصف مليون نسمة. هذا القضاء الغني بموارده لكن للأسف الشديد فقير ببناه التحتية. تفاجأنا اليوم كأهالي قضاء شط العرب، قعدنا لقينا المستشفى الخيري اللي هو مساهم به حتى أمير دولة الكويت الراحل رحمه الله في أمواله لتكون صدقة جارية وبعض المنظمات الخيرية. تفاجأنا بتحويله إلى عيادات تخصصية مثل ما جاي يشوفون مجمع عمار الطبي، وبالأسفل مستشفى عمار التخصصي. ما جاي نعرف اليوم هذا المجمع هل سوف يكون خيري مثل يعني النوايا اللي بنت بها مستشفى عمار حتى تكون خيرية لقضاء شط العرب وللمواطنين، أم سوف يكون انحال إلى استثمار أو إلى جهات ما نعرف اليوم الغايات شنو منها، استثمار إلى جهات معينة، إلى مسؤولين معينين. وفي ليلة وضحاها اكتمل
هذا المجمع اللي هو من المفترض أن يكون مستشفى وقبل سنوات مكتمل، لكن لم يفتتح لأسباب قد يعرفها البعض. لكن للأسف الشديد احنا اليوم نسأل إذا أكو مسؤول، إذا أكو وجيه، إذا أكو أحد يهم القرار وهم صحة والمواطنين في قضاء شرط العرب، إنه يبينني هل هذا المجمع سوف يكون أيضا خيري أم سوف يكون استثمار وقصب للعوائل. ملف القطاع الصحي ومعاناة المواطنين العراقيين كبير حقيقة مشاهدين الكرام. نصل بكم الآن إلى مقطع آخر ضمن نفس الملف، حيث حدثت مشاجرة بين مراجعين وموظفين داخل مستشفى الشومالي في محافظة بابل في مشهد يبين غياب الدور الحكومي في حماية المستشفيات وإنهاء هذه الحالات التي باتت شبه يومية في المستشفيات الحكومية في العراق وحتى الخاصة. دعونا نشاهد. لنتابع الآن مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع التي عرضناها. يوسف يقول: قبل كم يوم أكو علاج أخذ ب 13,000 من الصيدليات، رحت لهم قالوا موجود عندنا بس ب 17,000، يعني شوفوا الجشع، فرق 4,000. تعليق من مصطفى يقول: عندي قبل فترة حصوة كلى واضطريت أروح للكندي الساعة 5 الصبح، الممرض قلت له ما اريد شيء منك بس تشد لي الكانولة، واني امشي علاجي بايدي، عافني ساعة كاملة قاعد بالوجع، يلا اجاني يتمختر. طيب، نور تقول: هاي المشاهد مو غريبة علينا، صارت عندنا عادي نشوف عركة بنص المستشفى. وتعليق من فاضل يقول: اين دور الحمايات الامنية يا وزير الداخلية من اعمال الفوضى التي تشهدها المؤسسات الصحية؟ ننتقل الآن مشاهدينا الكرام مع حضراتكم إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طالب ناشط من محافظة ذي قار بالاهتمام بالأماكن الترفيهية والمتنزهات في المحافظة، إذ يعاني الأهالي من تدهور الأماكن الترفيهية والاستيلاء على بعضها بذريعة الاستثمار. دعونا نشاهد. أنت تدرون هاي أيام عيد، وهاي أطفال تريد تطلع، وعوائل تريد تتونس، وعوائل تريد تتنفس، وناس تريد تغير من الضغط اللي موجود عندها داخل البيت. أخوان تدرون مدينة ألعاب الناصرية يومية طالعيننا وقايلين يوم أخذوا نص من المدينة، يوم أخذوا ربع من المدينة، يوم الألعاب انتهت، يوم توقفت، وانتوا تعرفون كل الزين المتنفس الوحيد في محافظة ذي قار مدينة ألعاب الناصرية. السيد محافظ ذي قار، السيد مدير بلدية الناصرية، هذا الموضوع يخصكم، يخصكم هذا الموضوع. هاي عوائل تريد تطلع، شو تتوقعون شنو الأماكن الترفيهية اللي هي موجودة عندنا في محافظة ذي قار حتى تكون بديلة لمدينة ألعاب الناصرية؟ إذا تريدون تحولونها استثمار قولوا احنا نريد نحولها استثمار حتى نكون أمام الأمر الواقع. تريدون تحولونها عمارات، تريد تحولونها دور سكنية، تريد توزعونها قطع أراضي، تريدون تاخذونها مكان مميز حتى نعرف. انتم واحده من الاثنين، لو تخصمون هذا الموضوع ومدينه العاب الناصريه تنفتح امام المواطنين وخلوها تنفتح، لو انت تقولون لنا يا احنا نريد نوزعها قطع ونريد نعطيها الناس متنفذه بالمحافظه حتى احنا نعرف، ليش نبقى نرصد؟ ليش نبقى نصور؟ ليش نبقى نطالبكم؟ هذا الموضوع المفروض بيكم انتم قبل لا نرصده وقبل لا نطالب به وقبل لا نقول به، المفروض بيكم انتم تتوجهون الى مدينه العاب الناصريه وتهيئونها وتوفروا لها ألعاب وتخلونها متنفس أمام أبناء محافظة ذي قار. لكن للأسف الشديد
أغلب المسؤولين في محافظة ذي قار جاي أشوفنهم مهتمين بالنافورات وصبغ الأرصفة أكثر ما مهتمين بالمواضيع اللي هي تخص المواطن، اللي تخص عوائلنا، اللي تخص أطفالنا للأسف الشديد. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، حيث تحدث ناشط من قضاء الخضر بمحافظة المثنى عن سوء التخطيط وغياب الاهتمام بترميم الأماكن الترفيهية في القضاء، بالإضافة إلى عدم تخصيص الأموال لصيانتها. لنشاهد. بلدية قضاء الخضر سوت لها فلكة بالصوب الكبير وهي فلكة الساعة، واللي هي صراحة ما لها 60 لازمة، ما لها 60 لازمة صراحة. يعني هسا السعر الله أعلم، ما نعرف ايش قد المبلغ، ايش قد السؤال المفروض اللي ينطرح للبلدية، للقي مقام، للناس القائمين على هذا القضاء، مو الأولى مبالغ أو مبلغ هذه الفلكة أنه تصير أكو متنزه للعوائل؟ يعني باكر عيد وأكو متنزه بعد عن هاي الفلكة مالتكم أمتار ما يتجاوز 10 أمتار، شفتوا هذا المتنزه؟ مو الأولى المفروض هذا المتنزه يترمم، يصير بيه ألعاب، يتنظف، حتى العوائل إذا تصير مناسبة، إذا تصير يعني عيد، إذا تصير فرحة، إذا تصير عطلة، يجي على الأقل يلقي له مكان للأطفال، أحسن ما يروح للسماوة ويتعنى وطريق وخطورة وكنا أسماء عدها. أسر دفتهم شنو الفائدة من هذه الفلكة مثلا؟ شنو الجناء القضاء من هذه الفلكة؟ على الأقل سووا شارحة، ساعات شارحة أنتم ما مسوينا، شارحة ما مسوينا. وهذا السؤال يا أخوان، منو الأجدر؟ منو المفروض إلى قيمة وإلى منفعة اجتماعية أكثر؟ هذه الفلكة اللي ما لها 60 لازمة، لو هذا المتنزه البعد 5 أمتار عن الفلكة ما حد مسويه، صاير عبارة عن صحراء ومكان للكلاب. منو؟ أنا بدي أسألكم بضميركم، أسأل كل إنسان، أسأل اللي موجودين، النواب اللي موجودين بالقضاء اللي هم 2 نواب موجودين عندنا ما شاء الله، أرد أسألهم يا أخوان، أنتم جاي تمرون بهذا الطريق وتمشون، هاي ولايتكم و24 ساعة تفترون هنا، يعني ما شفتوا هذه المفارقة؟ 10 أمتار متنزه متروك بس للكلاب، وهو المفروض للبلدية المفروض تكون بألعاب، يكون مكان نظيف للعوائل، وفلكة ما لها 60 لازمة، حتى شارعها محفر وما تعرف مبالغها ويسوي لك فلك. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. حذر مواطن من أبناء حي الإمام الصادق في مدينة الديوانية من استيلاء المتنفذين على المساحات الخضراء في المدينة، حيث بيّن أن أحد المتنفذين يستحوذ على أحد المتنزهات العامة. دعونا نشاهد. قطع وهنالك مساحات خضراء متنزهات في الشوارع جاي تباع وتؤجر لمتنفذين ومافيات متسيطر تملك المال والسلاح. يا سيد ميثم الشهد، يا محافظ الديوانية، اليوم احنا الان في احد الاحياء، حي الجتة مو حي الصادق الثانية، حي الصادق الثانية، وصلت المناشدات انه هاي القطعة تجاوزوا عليها، لان هي هاي قطعة في ذاك النظام السابق وفي هذا النظام السابق مرتسمها شنو؟ ساحة خضراء متنزه للأحياء. هذا المرتسم اللي من الستينات، المرتسمات هاي ساحات خضراء الآن جاي تباع. يا سيد ميثم، إذا ما تدري الماء جاي يعبر من الفساد، يعبر من جوه رجليك وانت ما تدري. يا سيد ميثم أصحى، احنا جاي نبهك، السلطة الرابعة، الإعلام، المنصفين، يجب تنتهي مهزلة بيع هذه الأراضي وتأجيرها للمتنفذين. ما من المعقول أنه تبقى صامت. قلت لك إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. ناس ما عاد تتحمل أنه عدة متنفذ في أحد الدوائر الخدمية أو في البلديات أو في البلدية يجي يأخذ له مكان حسب ما يشاء. يعني مكان هذا عام مو خاص، هذا مكان عام مو خاص، شلون جاي يطونه؟ اكو عندنا بالاسكان جاي تباع اراضي، يعني ملك عام، اراضي خضراء متنزهات جاي يبيعوها، وين انت عن هاي؟ والله هاي الموضوع بالنسبه تشوف عوائل هاي وبيوت مزدحمه وجامع منها، وممكن ما يصير هذا اللي صار. يعني ما يصير؟ ما يصير ان شاء الله. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت اليوم نريد انه نريد نعرف انه ردت فعلكم من هذا القطعة. اول شيء هاي
صباحا يعني الساعه 5 الصبح اجى نصب الشرك هذا وطلع وقال هاي لي نسجه لي قال ماخذ عقديه ايجار على اساس من البلديه. هاي اول شيء منطقه خضراء متنزه اطفال ومنه انا بيوت كلها محترمه وراقيه ومسجد بيت الله اولهم. فهذا الشيء لازم ما يصير، لازم يتوقف، لازم تضع لحد السلطات الموجوده بالديوانيه. في مقطع اخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الملف طالب ناشط من محافظه ذي قار بانهاء التسويف والمماطله في اعاده صيانه مدينه الالعاب في الناصريه، بالرغم من كثره المناشدات لاهالي المدينه الا انها لم تلقى استجابه. دعونا نشاهد. مدينه الالعاب هاي شوفها من 1972، مدينه الالعاب الناصريه الوحيده بعد المنتزه. المفاسدين والمتنفذين استحوذوا على مدينه الالعاب، اخذوا من عندها مقاطعتين. المشكله قبل سنتين طلعنا القائم مقام المحافظ قال ترجع عنا ومدينه الالعاب راح نفتحها. هاي قبل سنتين، العام ما انفتحت. ابناء مدينه الناصريه يطلعون ما يلقون مكان يتنفسون به. مدينه الالعاب الوحيده هي صادروها الفاسدين. المنتزه هي طبعا المنتزه مكان ضيق، يعني هي مساحه ما تعدى الكيلو. ما يعني ما استوعب ابناء محافظ ذي قار، محافظ ذي قار قايم مقام مدينه الناصريه خلصوا علينا مشاريع، شيل المقرنص فد المنافورات، وانتم مسؤولين محافظ ذي قار اسوء المحافظ سوى قايم مقام مدير بلديه، اكبر كذابين انتم، كذبتوا على ابناء مدينه الناصريه باعاده مدينه الالعاب لاحضان ابناء مدينه الناصريه، وهاي مدينه الالعاب، كافي 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 الكذب علينا، كافي منير ينزل منشور اشطوله وش عرضه، والله رجعناها ماكو ماكو مكان الفاسدين. وين رجعتي؟ وين رجعتي؟ ما هي مدينة الألعاب؟ هاي مدينة الألعاب شوفها. هاي مدينة الألعاب، أنت المحافظ. شنو مدينة الألعاب؟ هم لحد الآن ما يعني ما مشغلين بيها، لحد الآن بعد مشاكل على مقاطعتين. بدأ ما تشتغل من النافورات، اشتغل هاي مدينة الألعاب وتنفس. من 72 مدينة الألعاب هي ملك عام. ملك عام، ملك البلدية الناصرية، منين طلعوا ذولا قالوا عندنا أبويا ورث عندنا؟ شنو هاي ورث هذا؟ من 72. يعني هذا الفساد معاذ القار، سرقة الدوائر الحكومية والأراضي الزراعية وصلت حتى المدينة الألعاب، حتى المدينة الألعاب، يقول لك القطع هنا 100 متر هنا تنباع مليار. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. صالح يقول: للأسف الشديد تم استغلال العديد من المناطق الخضراء لإنشاء مطاعم وكافيهات، واستمرار هذه الظاهرة سوف يحول المحافظة إلى ما يشبه المقبرة، ونأمل وعدم ترويج أي معاملة إيجار لمثل هذه المساحات وعدم تجديد عقود الإيجار التي انتهت مدتها حفاظا على البيئة وجمالية المدينة. عبد الله يقول: للأسف سوء التخطيط وضعف الإدارة. علي النجار يقول: النزاهة تحتاج لنزاهة. قطع البلدية بيد النزاهة مشاريع وملف، قطع البلدية بيد النزاهة مشاريع وملفات فساد بيد النزاهة، تقاضي الفاسد بالأموال يا نزاهة. طيب، لدينا تعليق من عبير تقول: خل يهتمون بالمتنزه اللي يم جراج بغداد يضيفوا له ألعاب إضاءة أو يضيفوا له الألعاب. طيب، دعونا الآن نستمع مشاهدينا الكرام إلى رأي السيد عبد الرزاق من بابل. حياك الله عبد الرزاق، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة لموضوع الأدوية، نعم، الأدوية حالها حال بقية المواد الغذائية. يعني إذا تدخل على المواد الغذائية هم نفس الحالة، الغلاف مالته يبدلوه ولكنه البضاعة هي قديمة. نعم. يعني من ناحية التمن وغيرها وغيرها من المواد الغذائية نفس الحالة، يعني وصلت هسه المرحلة للأدوية، الأدوية هم كذلك يبدلون لك الغلاف والعلبة مالتها هي اكسباير. هذا نعم. شنو المسؤولية علي منو اللي يتحملها أستاذ محمد؟ يتحملها الجهات الرقابية. نعم. المفروض التابع الصيدليات، تابع المستشفيات. شنو دور هذه الجهات الرقابية اللي تتقاضى أموال من الخزينة العامة، تتقاضى رواتب هي وأعضائها والقائمين على هذه اللجان الرقابية واللي المختصة بمتابعة الجودة وكذا، لكن شنو دورها إذا هي مجرد اسم على ورق موجود؟ تأثيرها وين على أرض الواقع؟ التأثير اللي يدفع الثمن هو المواطن أستاذ محمد.
لكنه وجود هذه المسميات من المسؤولين وما أكثرهم هاي هم يتحملون المسؤولية الكبرى، لكنهم بغياب التدقيق والرقابة هاي المسائل اللي تصير. فإحنا ما نتأمل خير بهم أستاذ محمد، يعني يقولون الكتاب انقرأ من عنوانه، إحنا نعرف هم هذا الطبقة السياسية هي فاسدة، فهم يشجعون على الفساد ويشجعون على الأمور الغير. نعم أنا بس عندي نقطة يعني أريد أسألك بها سيد عبد الرزاق. المفارقة اللي نشوفها اليوم بالعراق أنه مثلا قضية مثل القضية اللي صارت بحرق المصحف الشريف بالسويد على يد عنصر من عناصر الميليشيات، ميليشيات الحشد سابقا طبعا، يعني قنواتهم الفضائية انتفضت ومظاهرات واستنكارات وحرق للإعلام ومطالبات بقطع العلاقات وغلق السفارات، هاي على قضية صارت. نعم القضية قضية كبيرة، مو قضية هينة إحراق المصحف الشريف، لكن بالمقارنة أو المفارقة أن هم نفسهم ذولا اللي يعترضون على حرق المصحف هم نفسهم أحزابهم تبوق وتقتل وتسرق المال العام وتسرق جيوب العراقيين ودمرت بيوت الله وحرقت المصاحف في العراق، ذولا نفسهم يعني ليش ما شاء الله ينتفضون هذه الانتفاضة على قضية إحراق المصحف بالسويد وهم يخالفون كل تعاليم الله وكل حرف كتب في القرآن الكريم من رب العالمين طبعا سبحانه وتعالى، يخالفون هذه التعاليم وهذه الأوامر الإلهية ولا يطبقونها في العراق، لا يحافظون على النفس البشرية، لا يحافظون على المال العام، لا يحافظون على أمن البلد، شنو هالتناقض؟ هذه كلمة حق يراد بها باطل. نعم. صح احنا ندين ونجيب ونستذكر هذه الاعمال والممارسات اللي يعني الطائفية والافكار الشاذة يعني اللي تخلق العداء بين الشعوب وبين الاديان، احنا هذه امور ما نحبها، لكنه منو الافضل منو الاولى يا استاذ محمد؟ يعني انت تسرق اموال الشعب العراقي وتقتل الشعب العراقي وتبوك خيرات الشعب العراقي افضل لو حرق القران اللي تدعي انت؟ لا بدون لا لا بس لحظه سيد عبد الرزاق حتى لا ندخل هنا بخطا بالمقارنه، الموضوع ليس من الافضل يعني كلام الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لكن القصد ان هم ماذا يطبقون كلام الله سبحانه وتعالى ويعكسون الاوامر الالهيه على ارض الواقع، الصفات الحسنة لا نراها في العراق. لا بس خلينا أوضح، الله يخليك تفضل. هذا ما تكون القرآن إلى قدسيته، كل الكتب السماوية إلى قدسيتها، سواء التوراة الإنجيل غيرها من الكتب إلى قدسيتها وإلى احترامها، لكن أنا أقصد من الأولى هو الاهتمام بالإنسان أستاذ محمد، توفير خدمة الإنسان، مو سرقة الإنسان وقتل الإنسان وادعي أني أدافع عن ديانة الإنسان، لا هذا حتى الله عز وجل لما يقبل بالش. المفروض والأولى إحنا أن نخدم الإنسان بكل نحافظ على ديانته ونوفر له الحياة الكريمة، أنا مو يعني أمارس الأخطاء وأسرق خيرات هذا البلد وادعي بنفس الحالة بأنه أني حامي الديانه وحامي القران، لا هذا يسموه ضحك على الذقون استاذ صحيح. محمد انا اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لك للمشاركه معنا. السيد ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. واذا عندكم قناتكم الطيبه بخير ان شاء الله. الله يحفظك ويسلمك. استاذ العزيز انت تطلعون هاي المناطق الخضراء وتطلعون القواعي وهذا يعني قام المسؤول، مو المسؤول احنا نقول المسؤول نكفر قام ما يشبع يا اخي، ايش تنطي ما يشبع. ناس حيتان ما تشبع. يعني من تجي تقيس اي ابسط موظف بالبلد تلقي عنده خمس قطع او سته بارقى مكان، لان انت من تجي على الصحيح ماكو يقول لك لازم ما يصح ما يقع بيدك، انت لازم قطعه واحده عندك باسمك. يعني هم أنا عندي قطعة واحدة بس ميزة، يعني أكو ناس معدة الميزة حصل عليها 50 متر حصل عليها. يوم من تجي تقيس شنو هذا المسؤول ما يشبع. طيب سؤال سيد عبد الرزاق، سؤال سيد أبو عبد الله، يعني عفنا من الحكومات السابقة اللي هي جت بعد 2003، خلينا بالحكومة الحالية حكومة محمد الشيعة السوداني
اللي تسمي نفسها هو والأحزاب والقنوات الفضائية اللي تابعة لهم حكومة الخدمات. تسعة أشهر أو أكثر، تسعة أشهر من عمر هذه الحكومة لغاية الآن، شنية الخدمات اللي تقدمت في حين أنه هذا الوقت كافي لبناء كثير من الأشياء، مستشفيات، مدارس، مجمعات سكنية، تعمير البنية التحتية، تطوير. تسعة أشهر مو شوية في عمر الإنشاء والبناء، الخدمات وينها؟ أستاذ محمد، الدول خدمات، أنت ما عليك من يطلع ماكو يطلع على التلفزيون يسولف وأني سويت كذا سويت كذا. نعم. لا، السيادة ما يخلوه يشتغل أستاذ العزيز. السيادة يقول هذا الشغل ميرهم. نعم. ميرهم هذا الشغل. يعني هو ما بصدسي بصدسي ماكو مدخل بغداد مثل شو؟ أنت لاحظت إذا أكو عندك بالتسجيل طلع التسجيل. التبليط مع الشركات أجنبية من بلد صبت تسليح، هذا تبليط فوقها. نعم. لأنه شو راح تسوي هسه؟ راح يرجعها لأهل وخليها على القديم أحسن. نعم. هاي ناس جتك ناس ما كنت تضرب فلوس تضرب مليارات، يقول لك الشعب مع احترامات الشعب وين ما يروح خليه يروح. نعم. هاي مشكلته. بس لا تتأمل خير من وراء هاي الحكومة. ومحمد شاع السوداني مثل ما طلع قبل الكرمي. طلعوا له الكاظمي ما يفيد، هو تيجي يوم محمد الشاع السوداني ما يفيد. هو من اللي يفيد؟ هم كلهم اصلا كلهم ناس جت للبوق وللسرقه بس. نعم سيد ابو عبد الله، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه، كنت معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا نكمل ما لدينا من مواضيع في حلقتنا لهذا اليوم، ننتقل واياكم الى الموضوع الثالث لدينا، موضوع المطارات في العراق، معاناة المسافرين العراقيين داخل مطار بغداد الدولي أو أي مطار ثاني موجود داخل العراق. تحدث مسافر على متن الخطوط الجوية العراقية عن معاناة المسافرين خلال السفر من مطار بغداد الدولي بسبب سوء الإدارة والتنظيم. دعونا نفهم التفاصيل. الذريع باع الصالة وين؟ يجيبون المسافرين الساعة 11 الصبح، وين يجيبوهم؟ الطيار طافق هنا يقول ما أقدر أوصل. 10 خراطيم، يعني مطارك يا خطوط الجوية العراقية مطاركم، الناس المسافرين يستحلوهم بالباصات، باع المسافة شبعدها، باع البرج ذاك الصالة الثانية تسحلهم سحل وتجيبهم باي الساحة حتى تصعدهم. شلون هاي الطيارات الإيرانية تعبانة ماكو السحق، يجيبوهم هيك بالباصات وشمروهم باي تشولة. هاي مطاركم خطوط الجوية العراقية مطاركم، 10,000 خرطوم فارغ وتجيبون الناس يستحلوهم بهالطريقة، أدري طيارات بالا طز بوزارة النقل العراقي. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. المشكلة ليست فقط مشاهدينا مع السفر على متن الخطوط الجوية العراقية أو شركات الطيران بشكل عام، المشكلة أيضا والمعاناة تستمر لمن يأتي من خارج العراق إلى بلده. نبقى مع معاناة المسافرين الذين تستمر هذه معاناتهم بعد العودة إلى العراق، إذ وثق مواطن شجارا بين أصحاب سيارات الأجرة التاكسي داخل مطار النجف في مشهد يبين سوء التنظيم في عمل أصحاب السيارات وعدم محاسبة المخالفين. لنشاهد. هاي هوسة المطار السواق، شوفوهم هاي الهوسة. نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. حيدر يقول: المطار من أفشل المطارات. منى تقول: هو هذا صار قانون بطيران الخطوط العراقية، تأخير وعدم نظام وقلة احترام للوقت جدا عادي عندهم. تعليق من سعد يقول: ما صاير بتاريخ العراق إلا في هذه الحكومات، شوف البؤس، هكذا مواقف تعكس شكل الحكومات. وتعليق لدينا من رائد يقول: بلد يحكمه السارق تكون النتيجة أكثر بكثير من الصورة. وفعلا طالما يعني أو دائما الصورة لا تعكس كل الواقع، لا تعكس الصورة الكاملة الموجودة في العراق أو حجم المعاناة أو حجم المشاكل الموجودة في داخل العراق، لكنها أيضا تفضح جزءا من حقيقة كبيرة موجودة داخل العراق يعيشها العراقيون ويعانون منها بشكل مستمر. مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
كيف ساهمت ثورة العشرين في صناعة المدرسة الوطنية العراقية الحديثة؟ وهل ثمة عوامل مشتركة لإطلاق ثورة شعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والإيراني على غرار نموذج ثورة العشرين ضد البريطانيين؟ وماذا يقصد المؤرخون العراقيون بشمولية ثورة العشرين وامتداداتها العربية؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. نصل إلى الموضوع الرابع ضمن الفقرة الأولى. هناك لقطات تم توثيقها تبين نفوق عدد كبير وضخم جدا من الأسماك في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان. دعونا نشاهد هذه اللقطات المحزنة حقيقة لما يحدث للثروة السمكية في العراق نتيجة قلة المياه ونتيجة عوامل أخرى كثيرة. لنشاهد. نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. عبد الحميد يقول: هذه جريمة والغاية منها تدمير الثروة السمكية. محمد يقول: عمل مفتعل وإجرامي يحاسب عليه المسؤول. جعفر يقول: كل بسبب إيران التي قطعت روافد نهر دجلة التي تنبع. لا طبعا هذه معلومة خاطئة سيد جعفر، هي من الأراضي التركية عموما. يقول: وكذلك موافقة الأحزاب السياسية القذرة الموالية لإيران التي وافقت على تصرف إيراني عدائي للشعب العراقي المظلوم. دجلة والفرات ينبعان من تركيا سيد جعفر. طيب، أبو أمير يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم أراد سوءا لهذا الشعب الجريح. وتوضيح أيضا للسيد جعفر أن نسبة المياه القادمة من إيران تقدر ب 18% حصة العراق المائية من إيران، في حين أن حصة العراق المائية من تركيا تقدر ب 82%. طبعا يعني هناك مشكلة تتعلق بأزمة المياه في العراق وقدرة أو مقدرة هذه الحكومة على التعامل مع دول المنبع، خاصة بأن هناك أزمة جفاف تضرب مناطق كثيرة في العراق، وهناك أزمة تصحر كذلك، ونفوق الثروة السمكية هو جزء من هذه الأزمة. لكن في المقابل لا يوجد تحرك حكومي من هذه الحكومات التي جاءت بعد 2003 جاد في استعادة حقوق العراق وحصص العراق المائية. مشاهدينا، ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، فقرة أنت ترى. أنت ترى هي خدمة تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، تمكنكم من إرسال رسائلكم المصورة، المقاطع التي توثقونها عبر الخدمة وعبر الأرقام المخصصة لهذه الخدمة. هذا المقطع هي مناشدة من منطقة المحاويل في قضاء أو منطقة المحمودية في قضاء المحاويل التابعة لمحافظة بابل. احتجاج من قبل الأهالي عن انقطاع المياه منذ أكثر من شهر، إذ أكد مواطنون أن عدد سكان المنطقة يقدر بأكثر من 4000 شخص، وناشدوا بالنظر إلى معاناتهم وتلبية مطالبهم. لنستمع. باسمي واسم أهل الخاتونية منطقة فرع أبو سوسة، اليوم صار لنا سنة مي ماكو، بيارنا جفت، البير قلم مال احتزاب. اتفضل شوف يا حضرة المحافظ، يا مدير الموارد المائية، يا حضرة القيم مقام، يا حضرة المسؤولين، باوع مو كأنك غير طقطق من المي المالح جربت. هاي الجهال مو جربت، هاي الجهال، هاي شنو ذنب هاي؟ هاي اعتبروها جهالكم زعاطيتكم. شنو ذنب هاي الجهال؟ هاي الجهال مي غسل وجهه ماكو. ماكو يعني العرب هاجرت، الحلال مات، منطقة الخاتونية السلة الغذائية هي.
هاي المنطقة الخاتونية كانت تصدر ما لذ وطاب من المحاصيل الزراعية. هسه أصبحت أرض جرداء. تفضل هاي أرض جرداء لو ما أرض جرداء. ليش؟ كل الجذاول تجري ما عدا الخاتونية والفندية ذن الاثنين. تفضل هسه هذول مناطقنا هسه اللي هناك هم ولا قطرة مي. ليش جدول بابل، السورة، المناطق هاي الصياحية؟ احنا نروح المدير الموارد المائية يقول له والله ما أنطيك ميابي، ليش ما تنطيني مي؟ يقول له ما عندك سالة. زين أبو السالة يموت، وين يروح؟ هذا مو عراقي. هذا الوضع والله العظيم، هذا الوضع سمعان بالموت البطيء. ها مو جت كورونا وقام العالم تموت وهي تمشي بالشارع، نفس الحالة راح تصير عندنا. نفس الشيء، هم موت بطيء وجاي العالم تموت، اللي هو اللي يشيل المنطقة مات، راح انقطع من المنطقة شال، مات انت عارف عربة وعارف شيء. يعني هسه والعالم جاي يشيل، وين نروح؟ حلال العالم مات، والعالم شالت وارتحلت وراحت، لمن نروح؟ وين نطي وجوهنا؟ هات شوف هاي، هات شوفها، يعني هذا جاهل، جاهل صار أربعة أيام ما مغسل راسه، هاك شوف، شوف شلون شعراته؟ شوف من مي المالح، من مي المالح. ناش السيد الوزير محترم، سيد الموارد المائية بأنه يشوفوا لنا حل، احنا عايشين على المواشي، 70% عايشين على المواشي، ونحن نريد توفر ماء إلى منطقة الخاتونية. مشاهدينا طبعا المقطع كان في منطقة الخاتونية في محافظة بابل، يعني ليست المحمودية عذرا للخطأ. معنا السيد أبو نور من بابل يتكلم عن هذه المشكلة. تفضل يا أبو نور، حياك الله. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أناشد قناتكم الموقرة الشريفة، وأناشد رئيس الوزراء، وأناشد الدولة، وأناشد حقوق لجنة الإنسان، وأناشد كل شريف بالعراق، وأناشد المرجعية، وأناشد كل إنسان غيور وعنده إنسانية. نعم. يطلعون لجنة على منطقة القاتونية في قضاء المحاويل في محافظة بابل. نعم. لأنه وصل الحال ما أقدر أعبر لك إياه، نطلب ونطالب رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء يشوف لنا حال، يطلع لنا لجنة يشوف الوضع مالتنا. ايش قد المي صار له مقطوع عن منطقتكم يا أبو نور؟ والله أكفيلك الله وخلي العالم كله يسمعني، كفيلك الله، صار سنة أكثر من سنة مي ما طابوا بنهرنا. قمنا نحفر البير، قمنا نحفر البير 12 متر 13 متر يطلع المي مالح، وأني مسؤول على هذا كلامي، أني مسؤول على كلامي. خلجنا تطلع وتشوف بوق المي اللي نغسل بيه وجوهنا. نعم. والله الحيوان ما يشربه. حلالنا راح، بعناه فلس ونص من وراء المي. نعم. انتهينا، يعني وضعنا مأساوي مأساوي والله. كنا صار ما طاب المي، إسالة ما عندنا مي بالنهار. نروح مدير موارد المائية نقول له يابا بس احنا هسه مي شحب المياه، صحيح احنا ويا الدولة واحنا خدام ما يخالف شحب المياه. عمي طير لنا المي بس اللي يصير بطن النهار، اذا طلع بطن النهار راح البير ينم. نعم. ينم البير، من ينم البير يغير ميته شوية، تصير مجة مقبولة واحد يغسل بيها يشربها الحلال. نعم. ما يقبل يطير لنا مي. وصار سنة نتوسل بيه، وسوينا مظاهرة وحجينا، وتعرف يعني اليوم كفيلك الله وخلي العالم كله يسمعني، قمنا نستحي من نسواننا، نستحي من جهالنا. اليوم من تجيك مرتك او بنتك او اختك او امك وتقول لك شوف لنا تشارك قطعنا الهلاج، لا عندنا امكانيه نروح للمدينه نهاجر. لا. ويعني وضعنا مأساوي، ونطالب رئيس الوزراء ومشي الله عليهم، مشي الرسول عليهم، مشي اهل البيت، حتى ثواب الحكيم اللي يشوفونا تشارك، لانه عربنا انتهت، منطقة الخاتونية انتهت. نعم. أبو نور الله يكون بعونكم. أنا طبعا أتمنى هذا الصوت وهذه المناشدة تصل إلى من يسمع، إلى من يهمه الأمر، لمعرفة حجم الخطر والكارثة التي تقع على العراقيين اليوم بسبب قلة المياه. طبعا أنا أشكرك أبو نور من محافظة بابل للمشاركة، وأيضا لتوضيح أكثر المسائل المتعلقة بمشكلتكم أو بأزمة انقطاع المياه، وليست قلتها حتى انعدام المياه، عن منطقة الخاتونية في قضاء المحاويل التابع لمحافظة بابل. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.